وشوشة. رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد لواري. أول مرة بحكي عن عمل لبناني رح يكون من أضخم الإنتاجات العربية، ومية في المية إنه رح ينعرض بمصر، رح يكون أول عمل لبناني بيور يعني بس لبناني، يعني ما في مشاركات عربية، رح ينعرض بمصر وعلى شاشة كتير كبيرة وكتير مهمة، بعتقد رح يكون بالشتاء إن شاء الله. اسمه ثورة الفلاحين، وبيحكي عن حقبة زمنية صارت بلبنان بال 1860. صار في ثورة بين الفلاحين والبكوات الكبار لأنه كانوا يشتغلوا عندهم بالصخرة، وصارت هذه الثورة ونجحت هذه الثورة. بيحكي عن هذه الحقبة، وأنا واحد إذا بدك الثورة بالمسلسل بتقوم ضد هذا الشخص بالآخر. أنا ما بعرف الجمهور العربي قديش بيعرف ممثلين لبنانيين، في وسام حنا، في كارلوس عزار، في إمي صياح اللي هي نجمة The Voice اللي قدمت The Voice، هتكون من أبطال العمل كمان. في كتير، في سارة بكنعان، في أسماء كتير كبيرة بالعمل صراحة، عمل كتير ضخم كتير، وفي فلاحين كتير، في بكوات كتير. ما عنديش مشكلة في اللهجة ولا في يعني ليه الممثل العربي يقبل يمثل في الإنجليزي مثلا ما يقبلش يمثل في المصري حتى لو كان لبناني أو في السوري. أو أنا أدور على العمل الحلو إن كان موجود، يعني الجيد والقوي إن كان موجود في لبنان هشتغله، وإن كان موجود في مصر وما جانيش حاجة حلوة في لبنان هشتغل في مصر. فأنا بسعى أشتغل في العمل الجيد اللي فيه العناصر المتكاملة اللي بتكون منه العمل الفني. فعشان كده الحاجات اللي قلتها لك قبل بتاعت الكاتب والمخرج والإنتاج والقصة وكل حاجة فموجودة، فعشان كده أنا موجود في العمل. بحلم أن يكون عندي بيت بمصر، وهلأ عم بسعى أنه أشتري بيت بمصر، هيك بيت صغير، مش كرمال أن أشتغل لأني بحب كون بمصر، يعني بحب ناس، بحب شعبها، بحب طرقاتها، بحب مصر مثل ما هي، ما بحبها تتغير. فا إيه أكيد بتمنى أنه يكون عندي أعمال جديدة، وتكون طبعا مش ضيف فيها، يكون فيها أساس بالعمل. وشوشة، رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد لواري.